ما لحق أكرم شهيب خلص عرض الخطة اللي وضعها مع مجموعة من الخبراء لحل مشكلة النفايات إلا وكانت الصرخات طلعت. ناس طلعوا من كل المناطق فرخوا مثل الفطر تيقولوا هيدي خطة فاشلة. طب كيف فاشلة؟ بعده الزلمة ما خلص قريتها. ماشي. رجع الزلمة عمل اجتماع موسع وشرح الخطة بوجود الخبراء. كمان هو خلص من هون وقامت القيامة ما منقبل يا للعار. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ البلد كانت قايمة على مطمر واحد، صار عنا بكل زاروبة مطمر. كنا بمجموعة شباب حلوين، صرنا بعشرين تلاتين مجموعة. هالشباب حلوين بغض النظر مين واقف بالعتمة عم يتصيد وطويط، لكن صار وقت العقل. قبل ما حدا يخبرنا ويخيرنا بين الفساد وبين الزبالة، يا خوفي يوم هالناس تختار الفساد. هذا رأيي، فكر فيها.